السلام عليكم طلاب الكرام في أي مكان في جمهورية مصر العربية، طلاب الصف الأول الثانوي اللي بيتابعونا في مصر كاملة، أهلا وسهلا بيكم في سلسلة شرح ومراجعة وإجابة تدريبات منهج اللغة العربية بالنسبة للصف الأول الثانوي للترم الثاني. المنهج أو الطريقة اللي احنا ماشيين بشكل معين إن احنا هنخلص النحو كاملا، ومن بعدها إن شاء الله تعالى الأدب كاملا، وبعدها البلاغة إن شاء الله تعالى كاملة، وبعد كده هنبدأ في محتوى المتحرر. كل ده محاضرات بالنسبة لنا بتنزل يوم أيوة ويوم لا، يعني يوم وبتعدي اليوم اللي بعده ما عندكش محاضرة، اليوم اللي بعده بتنزل لك المحاضرة بتاعتك. جميع المحاضرات بتنزل الساعة 6 المغرب بشكل أساسي وبشكل ثابت عشان تقدر تتابع معانا. تعالوا مع بعض واحدة واحدة نتعرف على محتوى المحاضرة، بس قبل أي حاجة ما ننساش شير لك سبسكرايب، سيب لنا تعليق بأي حاجة تحت، عرفنا ان انت موجود معانا، عرفنا ان انت مكمل عشان تحس ان انت موجود وتحس ان يكون عندك العزيمة ان انت تكمل، وتدفع كل زمايلك وغيرك ان هم يكملوا عشان تكونوا مع بعض زي جماعة او شلة مع بعضكم تقدروا تلموا كل اللي انتوا عايزينه. يلا معانا يا بعض نبدأ نتكلم على محتوى المحاضرة الرابعة من محاضرات المراجعة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله تعالى. المحاضرة الرابعة من محاضرات شرح منهج النحو كاملا بالنسبة الاولى ثانوي الترم الثاني، واللي معانا فيها الاسم الثالث وهو الاسم الممدود. شرحنا الاسم المقصور، شرحنا الاسم المنقوص، وبنوصل دلوقتي للاسم الثالث وهو الاسم الممدود. الثلاث دروس دول في منتهى الأهمية، ولو عايز ترجع للبيئة بتاعتهم هتلاقي كل الروابط بتاعت الحلقات موجودة عندك في صندوق الوصف. من بعد ما هنشرح الاسم الممدود كاملا ان شاء الله تعالى هنبدأ مع بعض إجابة مجموعة من التطبيقات والتدريبات على الاسم الممدود زي ما احنا متعودين مع بعض. يلا بينا يا شباب نبدأ المحاضرة. لو بتحب تاكل حاجة، تشرب حاجة، ايا كانت الحاجة دي حطها قدامك عشان توصل لأعلى درجة من الاستفادة. معاك الكشكول والقلم بتاعك، ودون كل ملاحظة هنتكلم عليها، هنتكلم على كتير جدا 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 من الكلام المهم جدا اللي هيفيدك السنة دي وهيفيدك في كل السنين اللي جاية. يلا بينا يا شباب نبدأ المحاضرة مع بعض واحدة واحدة. الاسم الممدود برضو من الدروس المهمة زي لما قلنا المنقوص والمنقوص والمقصور، وعندي كمان الممدود من الأسماء المهمة جدا. فتعالوا نتعرف مع بعض يعني ايه الاسم الممدود. طبعا احنا خلاص متفقين قلنا الاسم يعني ده خاص بالأسماء، ملناش علاقة لا بالأفعال ولا الحروف. فبيقول هنا الاسم الممدود هو عبارة عن اسم معرب، يبقى خلاص طلعنا الأسماء المبنية برا القصة، ملناش علاقة بالأسماء المبنية. زي مثلا كلمة هؤلاء، تمام؟ فهؤلاء آخرها ألف بعدها همزة، بس ده ليس اسما ممدودا لان احنا مختص بالاسماء المعربه بس. تعالوا نكمل ونعرف بقى ايه هو. فبيقول هو اسم معرب اخره همزه قبلها الف زائده، يبقى هو عباره عن اسم معرب النهايه بتاعته في همزه وقبل الهمزه دي الف زائده. اذا دلوقتي هقول لك حاجه، اياك اشوفك وانا بحدد نوع الهمزه في النهايه دي تسالني عن الالف، لان احنا خلاص اتفقنا مع بعض من قبل ما نبدا الدرس ان الالف دي اصلا زائده. يعني الالف دي لما بجيب اصل الفعل او بجيب اي حاجه الالف دي مش موجوده معايا، الالف دي اصلا زياده، يبقى هنركنها كده وما لناش علاقه بيها اصلا، بس هي بتكون موجوده وسط الاسم الممدود نفسه. ولكن لما بجيب اصل الاسم الممدود او فعله الالف دي كده كده بتكون مش موجوده. يبقى عباره عن اسم معرب اخره همزه قبلها الف زائده، والالف لازم تكون ثالثة فما فوق. يعني الالف لازم تكون الحرف الثالث فما فوق. يعني مثلا لو مسكت كلمة زي كلمة ماء، الالف هنا في كلمة ماء هي الحرف رقم كام؟ الحرف رقم 2. اذا الكلمة دي ليست اسما ممدودا. ليه؟ لان الالف هنا ثانية. عشان يكون اسم ممدود لازم الالف تكون الحرف رقم كام؟ 3 فما فوق. مثل كلمة مثلا لما اقول كلمة سمراء اهي، عد 1 2 3، الالف هنا اصلا جاية الحرف رقم 4 وبعديها الهمزة، يبقى ده اسم ممدود. كلمة صحراء، كلمة سماء، الالف هنا جاية الحرف رقم 3 فبرضو ده اسم ممدود. كلمة بناء، كلمة رفاء الى اخره، يبقى كل اللي قدامي دوه أسماء ممدودة. أما كلمة زي كلمة ماء فده ليس اسما ممدودا لأن الألف هنا الحرف رقم كام؟ الحرف رقم 2، والحرف رقم 2 ده لا يعد اسما ايه؟ ممدودا. حلو جدا.
تعالوا مع بعض هنتعرف على انواع الهمزه واحده واحده وازاي بناء عليها نقدر نسن ونجمع الكلمه. عشان اقدر اعرف نوع الهمزه اول حاجه هعملها ان انا هجيب الافعال الماضيه من كل كلمه من الكلام اللي قدامي ده. فاولا كلمه قراء الفعل الماضي المجرد منها هو قراء. طبعا احنا متفقين ان الالف كده كده زائده. وكلمه ابتداء الفعل الماضي المجرد منها هو باداء. اما كلمه دعاء فالفعل الماضي منها دعا. وكلمه سماء الفعل الماضي منها سما. وكلمه صحراء الماضي المجرد منها صحرا. وكلمه صفراء الماضي المجرد منها سفرا. تمام، اخدت بالي من نقطه مهمه جدا 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 وانا شغال دلوقتي. اتفقنا زياده الالف. فلو الاحظ كلمه قراء لما جبت منها الفعل الماضي قلت قرأ فلقيت الهمزه موجوده عندي همزه. وكلمه ابتداء لما جبت الفعل الماضي منها قلت باداء فالهمزه لسه موجوده همزه. اما كلمه دعاء لما جبت الماضي منها فاصبحت دعا. فالاحظ ان الهمزه بتاع كلمه دعاء تحولت الى الالف دي، والهمزه بتاعه سماء تحولت الى الالف برضو. فعشان اعرف اصل الالف طبعا كلنا عارفين عن طريق المضارع او المصدر، فبنقول دعاء المضارع منها يدعو فاصل الالف هنا واو. وكلمه سماء المضارع منها يسمو فبرضو اصل الالف هنا بالنسبه لنا واو. طب كلمة مثلا زي كلمة قضاء لو هجيب الماضي منها الماضي منها مين هيبقى قضى. عايز اعرف اصل الالف فهجيب الفعل المضارع فهيبقى يقضي فاصبحت الالف هنا اصلها مين اصلها ياء. طبعا احنا متعودين على الكلام ده من اول الوحدة. طب كلمة صحراء لما جبت المادة المجردة بتاعتها فلقيت عندي صحراء مفيش اصلا همزة وكده كده الالف زيادة فاصلا الهمزة بالنسبة لي ما كانتش موجودة. وكلمة صفراء برضو الهمزة ما كانتش موجودة. طيب انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل لانواع الهمزة من الكلام اللي انا قلته ده. فلما بجيب الماضي من الكلمة والاقي فيه همزة فبقول على الهمزة دي ان هي همزة اصلية. تمام، يبقى اصبحت الهمزه اللي قدامي دي سميتها همزه مين اصليه. اما لو لقيت الهمزه بالنسبه لي اتحولت الى حرف عله زي في كلمه دعاء كلمه دعا وكلمه سما فاتحولت لاصلها عله وطبعا هنا فبنسميها همزه منقلبه عن اصل. يبقى الهمزه دي بالنسبه لي هنسميها ايه؟ منقلبه عن اصل. فطبعا همزه دعاء منقلبه عن اصل وهو الواو، وهمزه سماء منقلبه عن اصل وهو الواو برضو. اما قضى فالماضي قضى المضارع يقضي فاصبحت منقلبه عن اصل وهو مين وهو الياء. اما الهمزه لما اجيب الفعل الماضي المجرد اللي انا بكشف فيه في المعجم وما الاقيش الهمزه اصلا فدي بسميها همزه، ركز معايا، هنسميها همزه زائده للتأنيث. يبقى اسم الهمزة دي ايه يا شباب؟ همزة زائدة للتأنيث. يبقى ده الفرق ما بين الثلاث همزات، الأولى أصلية، الثانية منقلبة عن أصل، والثالثة تسمى همزة زائدة للتأنيث. فكرة الدرس بمنتهى البساطة بقى بيقول لي سن واجمع الكلام اللي احنا بنقوله ده. فتعالى نتفق مع بعض. قلنا أنا عندي كام نوع من الهمزة؟ ثلاثة. الهمزة الأولى اسمها أصلية، الهمزة الثانية اسمها منقلبة ده النوع الثاني من الهمزة، والهمزة الثالثة اسمها قلنا ايه هنا؟ زائدة لمين؟ للتأنيث، زائدة للتأنيث. وعرفنا ليه الأسماء اللي قدامنا دي أصلا. طب لما باجي أسني وأجمع الكلمة مع بعض واحدة واحدة، لو كانت الهمزة بالنسبة لنا، لو كانت الهمزة
أصلية عند التثنية والجمع تبقى الهمزة وتوضع حروف التثنية والجمع مباشرة. فلو بسني كلمة قراء فهنا الهمزة أصلية فالهمزة تفضل موجودة، فأقول له التثنية بتاعتها يا إما قرآن وده المثنى في حالة الرفع، أو أروح قايل له قرآين وطبعا ده المثنى في حالة النصب والجر. ولو هجمعها جمع مذكر سالم نفس الكلام تبقى الهمزة من غير أي تغيير، فروح قايل له كده قرؤون وده في حالة الرفع وحالة في حالة الرفع جمع المذكر السالم، أو هقول له قرائين وده طبعا في حالة نصب جمع المذكر السالم. طب لو أنا هجمعها جمع مؤنث سالم فروح قايل له بمنتهى البساطة عادي خالص هروح قايل قراءات. وصلت كده؟ يبقى هنا الهمزة الأصلية عند التثنية والجمع تبقى همزة دون أي تغيير. هروح لهنا بقى، الهمزة الزائدة للتأنيث عند التثنية والجمع تقلب إلى واو. يبقى لما أجي أسنيها وأجمعها أقلبها الواو، ده الهمزة مين؟ الزائدة للتأنيث. فبقول له صحراء، لما أجي أخليها مثنى فهتبقى صحراوان وده في حالة الرفع، أو هتبقى صحراويني وده في حالة النصب والجر. أديني قلبت الهمزة إلى واو. طبعا مش هينفع تتجمع جمع مذكر سالم لأن أنا بقول زائدة للتأنيث، يعني دي همزة جاءت أنست الكلمة، يبقى ما ينفعش تكون مذكر أصلا. يبقى ممكن أجمعها جمع مؤنث سالم برضه أقلب الهمزة إلى واو، فأقول له جمع المؤنث السالم منها هو مين؟ صحراوات. طيب أما الهمزة المنقلبة فيجوز فيها الأمرين، ينفع إن أنا أخليها همزة زي ما هي عند التثنية والجمع، ويجوز إن أنا أقلبها إلى واو. فعادي ينفع أقول سماءان أو ينفع أقول سماوان. أدينا أهو، ينفع أقول سماءان أخليها همزة، وينفع أقول سماوان إن أنا أقلب الهمزة إلى واو، وطبعا ده في حالة الرفع. أما في حالة النصب والجر فهنقول سماء أيني أو سماء ويني. طب لو هجمعها طبعا سماء ما ينفعش تتجمع جمع مذكر سالم لأن جمع المذكر السالم لابد أن يدل على مذكر عاقل، طبعا ده مش بتدل على مذكر عاقل، فهجمعها جمع مؤنث برضو. فلما أجي أجمعها جمع مؤنث فأروح قايل له كده إيه، ينفع أقول سماوات وينفع أقول سماءات عادي خالص، الاتنين بالنسبة لي صح. وده كان بالنسبة للكلام عن أنواع الهمزة، قلنا أصلية منقلبة زائدة للتأنيث، وإزاي أقدر أسني وأجمع الهمزة. وإياك إن أنت تنسى إن الهمزة الزائدة للتأنيث في الاسم الممدود بتكون ممنوعة من الصرف. أهم حاجة فيها إن هي لو مش معرفة بال أو بالإضافة تجرب الفتحة، ولما نيجي للممنوع من الصرف أكيد طبعا هنتكلم بالتفصيل عن الكلام ده. بص هنا بيقول للاحظ ان كلمات زي كلمات علماء، كلمة زي كلمة علماء، كلمة شعراء، بلغاء الى اخره، كلها اسماء ممدودة، وطبعا ما ينفعش اجيب منها تثنية وجمع لان هي اصلا جمع علماء شعراء بلغاء كلها جمع، فما ينفعش اجيب منها مفرد او تثنية وجمع على نفس الحالة كده تمام. وطبعا في نفس الوقت هي ممنوعة من الصرف لأن الهمزة هنا زائدة للتأنيث، ممنوعة من الصرف لأن الهمزة هنا زائدة لمين؟ زائدة للتأنيث. وعلى ما شكل الكلام ده لاحظ أن الأفعال التي تنتهي بألف وهمزة ليست أسماء ممدودة، لأن احنا قلنا الأسماء الممدودة لها علاقة بالأسماء مش الأفعال، زي كلمة جاء أهو النهاية ألف وهمزة، بس ده ما ينفعش يكون اسم ممدود لأن ده بالنسبة لي فعل. وحروف الهجاء ليست أسماء ممدودة زي كلمة باء تاء ثاء، دي مش أسماء ممدودة لأن احنا قلنا شرط الاسم الممدود إن الألف تكون رقم كام؟ 3. أما الألف هنا رقم كام؟ رقم 2. وطبعا الأسماء المبنية ليست اسما ممدودا زي مثلا كلمة هؤلاء، فده بالنسبة لي
مش اسم ممدود، لان ده اسم مبني والاسماء الممدوده ليها علاقه بالاسماء المعربه بس. سؤال هنا بمنتهى البساطه بيقول لك زين الكلمات دي، فزين كلمه قراء، كلمه دعاء، كلمه صحراء. احنا قلنا في كلمه قراء الهمزه هنا اصليه، معنى كده ان الهمزه اصليه فهي تقابل لام الكلمه، لان انا بقول قراء الفعل الماضي منها قرا على وزن فعل، فالهمزه هنا تقابل لام الكلمه، لذلك كلمه قراء على وزن فعال. تمام. طب كلمه دعاء الماضي منها دعا، فالهمزه هنا منقلبه عن اصل، فبرضه هنا الهمزه بتقابل لام الكلمه اللي هي على وزن فعل، لذلك كلمه دعاء على وزن فعال بالشكل ده. اما كلمه صحراء فاحنا قلنا ان الهمزه هنا زائده للتانيث، يعني زائده على بنيه الكلمه، يعني الهمزه هنا مش بتقابل لام فعل، فكلمه صحراء هي اللي على وزن فعل، بعد كده اضيف الهمزه والالف فاقول كلمه صحراء على وزن فعلاء، وهكذا جرداء الى اخره على وزن مين؟ على وزن فعلاء. سؤال برضو جميل جدا بيقول لك اضبط هذه الجملة، يعني هنشكل النهاية. فبيقول هنا مررت، طبعا هنا التاء تاء الفاعل، مررت بسماء، الباء هنا حرف جر، الهمزة بتاع كلمة سماء هنا منقلبة عن أصل، إذا الكلمة دي مش ممنوعة من الصرف، فكلمة سماء هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، فهنحط كسرة تحت الهمزة وطبعا كسرتين لأن الكلمة هنا هتنون بالكسر، فهقول مررت بسماء. تمام. الواو هنا حرف عطف، صحراء هنا هيبقى معطوف، فالمفروض إن المعطوف هياخد إعراب اللي قبله، فكان اللي قبله هنا سماء مجرورة، فكلمة صحراء هنا مجرورة، طبعا صحراء الهمزة هنا زائدة للتأنيث، يعني كده إن هي ممنوعة من الصرف، ما فيهاش ألف ولام ولا بعدها مضاف إليه، فما ينفعش أقول مررت بسماء وصحراء، لا هتبقى مررت بسماء وصحراء، ان كلمة صحراء هنا ممنوعة من الصرف، فهتبقى كلمة صحراء معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة، لانها مش معرفة بأل او بالاضافة، ولكن لو عرفناها بأل او بالاضافة طبعا هتجرب مين؟ بالكسرة. فده الضبط السليم للجملة اللي قدامنا، مررت بسماء وصحراء. حلو جدا، تعالوا مع بعض واحدة واحدة نحل تطبيقات على الاسم الممدود. السؤال الأول بيقول قال الشاعر ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسما وثناء. بيقول هنا همزة كلمة ثناء، طبعا هي الأصل بتاعها ثنا ثنا ثنا، يبقى الهمزة بالنسبة لنا هنا منقلبة عن أصل. حلو جدا. تمام. رقم 2، اللغة العربية تغرس الانتماء وتخلق جيلا محبا للعلم. جمع كلمة الانتماء عشان اجمعها لازم اعرف نوع الهمزة، فالماضي منها انتمى انتمى انتمى، يبقى الهمزة هنا منقلبة عن اصل، والهمزة المنقلبة عن اصل بيجوز فيها امرين، ينفع ان هي تبقى همزة وينفع ان هي تتقلب الى واو. فلو هجمع كلمة الانتماء فينفع اقول الانتماءات وينفع اقول الانتماوات، الاثنين صح لان الهمزة هنا منقلبة عن اصل. رقم 3، الهمزة في كلمة علاء الماضي منها طبعا على، يبقى الهمزة هنا منقلبة، وهو عايز يعرف نوع الانقلاب عن واو أو ياء، فقلنا عشان أقدر أعرف النوع فبجيب الفعل المضارع أو المصدر، فكلمة على الفعل المضارع منها يعلو، فأصبحت الهمزة هنا منقلبة عن أصل وهو الواو، يبقى منقلبة عن واو، يبقى رقم باء هو الاختيار الصحيح. نقطة رقم 4 بتقول كان الرجلان متقني العمل. تمام. وعايز يحط كلمة البناء، طبعا هنا بالنسبة لنا كان فعل ماضي، الرجلان اسم كان، متقني المفروض هتبقى خبر كان منصوب بالياء، والعمل بالنسبة لي هنا هتبقى مضاف إليه، فالكلمة اللي هتتحط هنا البناء اللي هتتحط هنا المفروض إن هي نعت الكلمة الرجلان، الرجلان اسم كان مرفوع، يبقى البناء هنا او البنائان هنا هتبقى نعت مرفوع لكلمة مين؟
لكلمة كان. فهنا ينفع أقول البناءان على أساس إن هي نعت مرفوع بالألف، فهنا كلمة بناء الماضي منها بنى، فالهمزة هنا منقلبة عن أصل. الأصل بتاعنا لو جبت المضارع هيبقى يبني، فمنقلبة عن أصل وهو الياء، وما دام منقلبة عن أصل يجوز فيها الحالتين، فينفع أقول البناءان وينفع أقول البناوان. يبقى الاختيار المناسب بالنسبة لنا الأولى والثانية، كلاهما صواب. وطبعا رقم جيم مش هينفع البناويني، لأن معناها كده إن هي في حالة نصب أو جر، وكلمة الرجلان هنا مرفوعة، والبناءان هنا أو البناوان هتبقى نعت ليها، والنعت هنا وده مثنى فهيبقى مرفوع بالألف، ما ينفعش يكون بالياء. نقطة رقم 5، السماء همزتها، طبعا السماء الماضي منها سما، يبقى الهمزة هنا منقلبة عن أصل وهو الواو، يبقى الاختيار المناسب رقم ألف منقلبة عن أصل. 6، الابتداء همزتها، طبعا الابتداء الماضي منها بدأ، يبقى الهمزة موجودة في الماضي عندي عادي خالص، فأصبحت الهمزة في كلمة الابتداء هي همزة أصلية، يبقى اختيار ألف. رقم 7، أعجبت بي وعايز يحط زهرتين حمراوين أو أيا كان، الباء هنا حرف جر، فطبعا هقول له أعجبت بي زهرتين لأن هيبقى اسم مجرور بالياء. عايز يجيب المثنى من كلمة حمراء، فهنا لو جبت الفعل الماضي المجرد منها حمراء، فالهمزة هنا زائدة للتأنيث، وما دام زائدة للتأنيث فعند التثنية والجمع تقلب إلى واو، فأنا بقول زهرتين. كلمة حمراء اللي هتيجي هنا هتبقى نعت ليها، زهرتين كلمة مجرورة فيبقى ده نعت مجرور، فيبقى الاختيار المناسب هيبقى أعجبت بزهرتين حمراوين. نشوف الاختيار اللي بيقول الكلام ده، أعجبت بزهرتين حمراوين، يبقى الاختيار رقم د هو الاختيار السليم، أعجبت بزهرتين حمراوين. تمام، نشوف النقطة اللي بعديها. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كلمة الأخلاء طبعا النهاية ألف وهمزة، الألف هنا كده زائدة، يبقى كلمة الأخلاء هنا اسما ممدودا، يبقى الاختيار رقم جيم، الأخلاء اسم ممدود. رقم 9، أنت المصري الذي يجري في عروقه دماء العزة والكرامة. الاسم الممدود طبعا مش كلمة المصري أبدا، ولا كلمة الذي، ولا كلمة يجري، ولكن الاسم الممدود هنا كلمة دماء. أدي الألف هنا زائدة ورقم 3 وبعدها همزة، يبقى الاسم الممدود كلمة دماء. رقم 10، يتعرض المؤمن للعناء والابتلاء في الدنيا ليكون من السعداء في الآخرة. الاسم الذي لا يصح لأن يكون اسما ممدودا، اللي ما ينفعش يكون اسم ممدود ما بين الأسماء دي، طبعا العناء هنا اسم ممدود، الابتلاء اسم ممدود، السعداء اسم ممدود، يبقى الاسم الذي لا يصح أن يكون اسما ممدودا الاختيار رقم جيم كلمة الدنيا. 11، سار هؤلاء الأصدقاء في الصحراء الجرداء. الاسم الذي لا يصح لأن يكون اسما ممدودا، وأنا مغمض طبعا كلمة هؤلاء لأن هؤلاء هنا اسم مبني، وإحنا قلنا الاسم الممدود لابد أن يكون اسم معرب، فهؤلاء هنا اسم إشارة مبني عشان كده ما ينفعش. أما كلمة الأصدقاء فده اسم ممدود، والصحراء اسم ممدود، والجرداء اسم ممدود، يبقى التي لا تصح أن تكون اسما ممدودا هتكون كلمة هؤلاء. 12، جاء هؤلاء الباحثون من كافة الأنحاء بحثا عن الماء. الاسم الذي يصح لأن يكون اسما ممدودا، طبعا كلمة جاء ما تنفعش تكون اسم ممدود لأن ده فعل والأفعال ملهاش علاقة بالممدود. كلمة هؤلاء ما تنفعش لأن ده اسم إشارة مبني والاسم الممدود لازم يكون معرب. كلمة الماء ما تنفعش لأن الألف هنا الحرف رقم 2 والاسم الممدود لازم الألف تكون الحرف رقم 3، يبقى الاسم الممدود من بين هذه الاختيارات كلمة مين؟ الأنحاء، هي الوحيدة التي تعد اسما ممدودا. رقم 13، قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إعراب كلمة شفاء، قد جاءتكم موعظة
وشفاء. يبقى موعظة هنا بالنسبة لنا هي اللي جاءت، يبقى ده فاعل، وعطفت عليها كلمة شفاء، يبقى كلمة شفاء هنا المفروض ان هي هتكون معطوف مرفوع على كلمة موعظة، يبقى الاختيار المناسب رقم د معطوف مرفوع. 14 قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إعراب كلمة أغنياء. يحسبهم، الهاء هنا طبعا ده الفعل يحسب، فده بينصب مفعولين، فالهاء هنا في كلمة يحسبهم مفعول به أول، الجاهل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يحسبهم الجاهل إيه؟ أغنياء. يبقى أغنياء هنا الإعراب بتاعها مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصب الفتحة، لأن الفعل يحسب بينصب مفعولين، يبقى الاختيار رقم ألف مفعول به ثاني. 15 شارك في البناء البناءان الماهران. إعراب البناءان، طبعا هنا شارك في البناء البناءان، مين اللي شارك في البناء البناءان؟ يبقى البناءان هنا فاعل مرفوع علامة رفع الألف، واوعى تقع وتقول عليها نعت، اوعى تتلخبط اللخبطة دي، ده انا عندي هنا تقديم جر ومجرور اسلوب قصر، فكان اصلها شارك البناءان الماهران في البناء، يبقى هنا البناءان الاعراب بتاعها فاعل مرفوع، وطبعا ده مثنى، يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الالف، يبقى الاختيار رقم جيم فاعل مرفوع بالالف. رقم 16 اي الكلمات الاتية همزتها منقلبة عن ياء. طبعا هنا كلمة هيفاء الماضي منها هيفا، فأصبحت المادة دي المادة اللي بجرد اللي بكشف فيها في المعجم، فالهمزة هنا أصلا بالنسبة لي زائدة للتأنيث فما ينفعش. كلمة رثاء الماضي منها رثا رثا، فهنا هجيب الأصل بتاعها فهجيب المضارع، فهيبقى المضارع منها يرثي، يبقى رثاء هي الهمزة المنقلبة عن ياء، لأن المضارع بقول يرثي، يبقى هنا الهمزة منقلبة عن ياء كلمة رثاء. أما كلمة صفاء فالماضي منها صفا، فهجيب الفعل المضارع عشان أعرف أصل الألف، فهقول الفعل المضارع منها يصفو، فأصبحت الهمزة هنا منقلبة عن واو. وكلمة سماء الماضي منها سما، فهجيب المضارع منها يسمو، فالهمزة هنا برضو منقلبة عن واو. يبقى الوحيدة اللي همزتها منقلبة عن ياء هي كلمة مين؟ كلمة رثاء. 17 أي المجموعات الآتية كل كلماتها همزة منقلبة عن أصل، يعني جميع الكلمات اللي فيها. كلمة قراء الماضي منها قرأ، فالهمزة هنا أصلية فمش هكمل أصلا، هو عايز منقلبة عن أصل. كلمة صحراء الماضي منها صحرا، فالهمزة هنا زائدة للتأنيث فمش هكمل. كلمة حمراء الماضي منها حمرا، فالهمزة هنا زائدة للتأنيث يبقى مش هكمل. أما كلمة كساء الماضي منها كسا، يبقى الهمزة هنا منقلبة عن أصل تمام. وكلمة صفاء الماضي منها صفا، يبقى برضو الهمزة هنا منقلبة عن أصل. وكلمة بكاء الماضي منها بكى، يبقى الهمزة برضو منقلبة عن أصل. يبقى المجموعة التي جميع كلماتها همزات منقلبة عن أصل الاختيار رقم د هي دي الكلمات اللي كلها منقلبة عن أصل. 18 أي اسم من الأسماء الآتية ممدود الذي يمثل اسما ممدودا. طبعا كلمة نائن ما ينفعش لأن الألف هنا رقم 2 ولازم الألف يكون رقم 3. طبعا كلمة يملأ ما ينفعش أصلا وده فعل مضارع. كلمة خطأ برضو ما ينفعش لأن الهمزة ما قبلهاش ألف، يبقى التي تمثل اسما ممدودا هي كلمة ابتلاء، الهمزة الألف أكتر من 3 حروف والهمزة جاية بعديها، يبقى الكلمة الاسم الممدود كلمة ابتلاء. رقم 19 بالنسبة لنا أي الجمل الآتية تخلو من اسما ممدودا ما فيهاش أصلا اسم ممدود. الاختيار الأول بيقول البنيات البنايات الحديثة بالبيئات النائية تثير الدهشة من جمالها. طبعا هنا بيقول البنايات الحديثة بالبيئات النائية تثير الدهشة والجمال، يبقى هي دي اللي بالنسبة لي ما فيهاش أي اسم ممدود، يبقى الاختيار المناسب رقم ألف هي اللي ما فيهاش اسم ممدود. رقم باء بيقول تمتلئ الصحراء، فالصحراء هنا اسم ممدود فالاختيار خلاص مرفوض. كثير من قراء الكتب كلمة قراء اسم ممدود، يبقى مش هينفع.
فاز العداء، العداء اسم ممدود يبقى مش هينفع. يبقى الجملة التي تخلو من اسما ممدودا الاختيار رقم ألف، البنايات الحديثة بالبيئات النائية تثير الدهشة من الجمال. تمام. نقطة رقم 20 هنا بتقول ما الصورة الصحيحة فيما يأتي عند تسمية الفاعل في هذه الجملة؟ فاز الحكاء على منافسي في المسابقة الدولية للقصة أمس. طبعا عشان أقدر أخليها مثنى لازم أعرف أصل الهمزة دي، فالحكاء الماضي منها حكى، يبقى الهمزة بالنسبة لنا هنا منقلبة عن أصل، فينفع أن أنا أبقيها عند التثنية والجمع وينفع أقلبها واو. وطبعا الحكاء هنا فاعل، فينفع أقول الحكاءان والحكاوان. تمام. فهنا الاختيار الأول بيقول فاز الحكاءان، ده صح، على منافسيه، مكتوبة صح، في المسابقة الدولية للقصة أمس، يبقى الاختيار السليم بالنسبة لي رقم ألف. طب تعالوا نشوف بقى الاختيارات غلط ليه. بيقول هنا فاز الحكاوين غلط لأن مخليها منصوبة بالياء وده غلط. التالتة بيقول فاز الحكايان ما ينفعش لأن مخليها ياء. التالتة بيقول فاز الحكايين برضو ما ينفعش، يبقى الوحيدة اللي تنفع بالنسبة لنا الاختيار السليم هو رقم ألف، فاز الحكاان على منافسيهما في المسابقة الدولية للقصة أمس. وصلنا مع بعض لنهاية المحاضرة ونهاية الكلام عن الاسم الممدود. ما ننساش الشير، لايك، سبسكرايب، التعليق، سيب لنا تعليق بأي حاجة، شارك القناة مع أصحابك، شارك الخير ده مع الناس كلها. وصلنا مع بعض للنهاية، يا رب تكونوا بتستفيدوا مننا أي حاجة، ولو حتى بتستفيدوا مننا حاجة صغيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.